نوع عندي الجملة الاسمية. والجملة الاسمية بعرف منين ان هي جملة اسمية؟ بعرف انها جملة اسمية عشان بتبتدي باسم، واحنا عارفين ان الاسم ليه تلات علامات، اما ان يكون فيه الف ولام، او ان يكون فيه تاء مربوطة، او ان يكون فيه تنوين. لما بلاقي كلمة فيها اي علامة من العلامات دي بعرف ان هي اسم. طيب لما الجملة بتاعتي اللي هي اكتر من كلمة تبدأ باسم، اول كلمة فيها تبقى اسم، فعشان كده بسميها جملة اسمية. زي مثال اني اقول المعلم يشرح الدرس، المعلم يشرح الدرس، هنا اول كلمة في الجملة هي المعلم. عرفت منين ان هي جملة اسمية؟ عشان كلمة المعلم دي بعتبرها اسم، فعشان كده سميتها جملة اسمية. طيب الناحية التانية بقى عندي الجملة الفعلية. الجملة الفعلية هنركز كده مع بعض، هنلاقي ان الجملة الفعلية بتبتدي بفعل. طالما الجملة الاسمية بتبتدي باسم يبقى اكيد الجملة الفعلية بتبتدي بفعل. زي اني اقول يشرح المعلم الدرس، يشرح المعلم الدرس، هنبص كده على يشرح هنلاقيه انه فعل. طيب احنا عايزين نفتكر حاجة، ان انا عندي الفعل تلات انواع، اما ان يكون فعل ماض، فعل ماضي يعني حصل خلاص زي كتب، او ان يكون فعل مضارع حاجة لسه بتحصل في الوقت بتاعنا يبقى بسميه مضارع زي يكتب، او ان يكون امر زي اني امر حد انه يعمل فعل معين زي نقول له اكتب. فعندي هنا الجملة بتاعتي بدأت بكلمة يشرح، ويشرح هنا تعتبر فعل مضارع، فعشان كده سميت الجملة بتاعتي فعلية. طيب ناخد تدريب على الجزء ده، حدد نوع الجمل الآتية. أول جملة عندي أكل الولد الطعام، أكل الولد الطعام، هنا هبص على إيه عشان أعرف نوع الجملة؟ أبص على أول كلمة أكل، أكل هنا بلاقيها إن هي فعل ماض، طيب يبقى كده بعرف إن هي جملة فعلية، بإنها بدأت بفعل تبقى جملة فعلية. تمام. رقم اتنين الطبيب يعالج المرضى، الطبيب يعالج المرضى، هبص على أول كلمة هلاقي إنها كلمة الطبيب، الطبيب هنا اسم، فعشان كده الجملة بتاعتي هتبقى اسمية. الجملة اللي وراها رقم تلاتة يكتب التلميذ الواجب، يكتب التلميذ الواجب، فهبص على كلمة يكتب هلاقي إن هي فعل مضارع، فعشان كده الجملة بتاعتي هتبقى فعلية. رقم أربعة البنت تساعد أمها، البنت تساعد أمها، هنا الجملة بتاعتي بدأت بالبنت، والبنت فيها ألف ولام، فمعنى كده إن هي جملة اسمية. رقم خمسة المعلم يسأل التلاميذ، المعلم يسأل التلاميذ، طبعا من غير ما افكر هنبص على كلمة المعلم هنلاقي ان كلمة المعلم فيها ألف ولام، معنى كده ان هي اسم، فعشان كده هي جملة اسمية. طيب ناخد الجزء اللي وراه، عايزين نعمل ايه؟ عايزين نحول الجملة الاسمية لجملة فعلية، او يبقى عندي جملة فعلية احولها لجملة اسمية. نركز كده مع بعض نعمل كده ازاي. شوف الجملتين اللي مكتوبين عندك باللون الأزرق، مكتوب إيه؟ أميرة ذهبت إلى الطبيب، أميرة ذهبت إلى الطبيب، واضح كده إن الجملة دي اسمية لأنها بتبدأ باسم بنت. طيب إحنا عايزين نحول الجملة الاسمية دي لجملة فعلية، هنلاحظ إن أول كلمة هي اسم وتاني كلمة فعل أميرة ذهبت. طيب أنا لما عاوز أحول الجملة الاسمية إلى فعلية هعمل إيه؟ هشقلب، همسك الاسم اوديه مكان الفعل، والفعل اوديه مكان الاسم، فهبص كده هلاقي ان ذهبت اميره الى الطبيب، مسكت الفعل جبته مكان الاسم، ومسكت الاسم خليته مكان الفعل، فذهبت بقت هي في الاول، فعشان كده خليتها جمله فعليه. طيب يبقى انا عندي اميره ذهبت الى الطبيب دي جمله اسميه، طب لو عكست تبقى ذهبت اميره الى الطبيب دي جمله فعليه. بعد كده ناخد تدريب حول الجمل الآتية من فعلية إلى اسمية، هو قايل إن هي فعلية، يبقى إحنا عايزين نعمل إيه؟ عايزين نشقلب نجيب الفعل مكان الاسم عشان تبقى جملة اسمية. أول جملة سمع الرجل صوت البلبل، هنا سمع عرفت إن هي جملة فعلية، إن سمع ده فعل ماضي، طب أنا عايز أعمل إيه؟ عايز أقلب الجملة أخليها جملة فعلية، يبقى أنا هجيب سمع مكان الرجل والرجل في الأول، تبقى الرجل سمع صوت البلبل.
طيب اتنين، يبني العامل البيت. يبني العامل البيت، واضح ان هي جملة فعلية عشان بدأت بكلمة يبني، ويبني ده فعل مضارع. طب هعمل ايه؟ هشقلب اول كلمتين، هتبقى العامل يبني البيت. رقم ثلاثة، يجتهد الطالب في دروسه. يجتهد الطالب في دروسه، هنا يجتهد جملة فعلية عشان بدأت بيجتهد ده فعل مضارع، في لما اجي احولها لجملة اسمية هشقلب، هجيب يجتهد في المكان الثاني والطالب هحطها في الأول، فتبقى الطالب يجتهد في دروسه. جميل. طيب بعد كده حول الجملة الآتية من اسمية إلى فعلية. هو هيجيب لي جمل اسمية زي اللاعب يحرز الهدف. اللاعب يحرز الهدف، واضح كده ان كلمة اللاعب اسم فعشان كده سميتها جملة اسمية. طب انا عايزة اخليها فعلية، هعمل ايه؟ هشقلب اول كلمتين، الاسم هجيبه مكان الفعل والفعل هجيبه مكان الاسم، يبقى يحرز اللاعب الهدف. الفنان يرسم لوحة، هشقلب هتبقى يرسم الفنان لوحة. رقم ثلاثة، السائح يشاهد الآثار، هتبقى يشاهد السائح الآثار. جميل جدا. كده نكون خلصنا الدرس ده، درس بسيط وسهل جدا، الجملة الاسمية والجملة الفعلية، وإلى اللقاء في دروس تانية.